الطريقة المثلى لاستعمال الحلبة هي تكون مع الأكل، من الأحسن ياخذوها الناس مع الأكل. أشخاص اللي مرضوا تا يحس براسهم ماشي هو هذاك عادي يمشي يشري الحلبة وياكلها، لا، هذه الأشياء، هذا التصرف أنا لا يعني لا أزكيه ولا أحبه. كثير من الناس يلجؤون إلى الأعشاب إما لما يستنفد كل الطرق صافي تيقول لي راه قاعدنا ما نديرو ليك، اما لما يستنفد كل الطرق او لما يمرض او يحس بمرض ثم يلجا الى الاعشاب. الاعشاب لا تعالج، الاعشاب تقي الجسم، اعشاب لا تعالج. لماذا؟ لان نسبه العلاج في الاعشاب هو 10%. يعني التركيز ديال هذوك المكونات اللي كاينين في الزعتر واللي كاينين في اي شيء هو تركيز ليس عالي، خصك تاكل واحد الكميه كبيره. الا كلتي كميه كبيره كيولي عندك تسمم الاعضاء منهم الكليه والكبد والبنكرياس والطحال. هنا الناس خصهم يفهموا هذه القضيه. اما الاعشاب هي واقيه، خصها تكال كل نهار. الزعتر خص الناس يشربوه دائما ماشي حتى يديروا مع الشاي. الحلبه خصها تكون مع الاكل دائما ماشي حتى يمرضوا. حب الرشاد خصو يتاكل مره ماشي حتى يمرضوا. هذه اشياء. لماذا الناس ياكلون خبز ويشربون شاي وياكلون قطاني ويكون خضر كل يوم، ولماذا لا ياخذون هذه الحبوب كل يوم؟ هي ماشي غدا تبقى تنتظر، هناك خلق الله تبقى تنتظر حتى نمرضوا. هذا خطا، هذا خطا. ومن المفروض ان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الجسم هذا يعيش بسلام، لان يعني اتقن وسواه وعدله وكل شيء يعني كي يعيش هكذا. فالكميه ما خصش الناس يكثروا منها. اي الحلبه ما كيكثروش منها الناس، يعني ملعقه صغيره ولا نص ملعقه كبيره في اليوم ماشي مشكل، تكون مطحونه مع الاكل ولا شحال، ولكن ما يعولوش على الناس في العلاج. صحيح ان بعض المرات مغص ديال البطن ديال المعده ولا شي حاجه ياك تفيد فيه، نعم، ولكن ما خصهاش تستعمل للعلاج، خصها تستعمل للاكل باش الجسم ما يصابش، يدخل في الغذاء. هذا من جهه. من جهه اخرى حتى الاشخاص اللي عندهم اشياء بسيطه بحال المعده ولا مغص ولا انتفاخات في البطن ولا الامعاء ولا شي حاجه، اشياء طارئه بسيطه ماشي سرطان ماشي اي شيء، هادو ممكن يتناولوا الحلبه حالا، يعني واحد سميد شعير ولا اي شيء مع الحلبه ويتناولوها، يعني غدا تنفعهم بكثير. ويلا تناولوها مثلا على الريق واش ماشي مضره؟ هذا على الريق هي كلمه خاصه بالعشابه. هذا على الريق نحن لا نعترف بها من الناحية العلمية. مثلا على المائدة، على المعدة فارغة. نعم، على مائدة فارغة. ومن اللي كان الصباح، من اللي كان الأشياء اللي كتحبس العلاج هي السكر واللحم. من اللي كيزولوا الناس اللحوم والسكر ياخذوا أي شيء مع المأكلة. اي من اللي يفطر الصباح ياخذ ما مش مش، لان الأشياء اللي كتحبس العلاج هما الدسم اللي كاين في الحيوانات، الحليب واللحوم، واللي كاين السكر كذلك. السكر كذلك كيسمم هذا الجسم. فملي كناكلو غير نبات، نشويات، قطاني، خضار، فواكه، اشياء هذا خشاش الارض ملي كناكلوه، هذا يعني بالعكس ملي كتعمل معاه الاشياء اللي باغي تاخذها كيكون احسن. هذا على الريق، لان لا نحبدها ولكن تكون وسط الاكل، غير يكون اكل بدون دسم، يعني باش ندقوا الناس في الامور. وهما هذه بعض الناس اللي كيبقاو يعطيو خلطات ومساحيق، هذه خذها على الريق وتسنى عاد فطار، هذه ليست، هذه ممارسه خاطئه ولا اساس لها من العلم. ونحن في عصر الان، عصر العلم، ويجب ان يتجنب الناس هذه الاشياء. لا يشتروا اشياء غير معروفه، وانا اؤكد عليه. الشخص غادي يمشي عندك يدق لك واحد بعض الحوايج يخلط ويعطيهم لك ويقول لك كل هادو، هذا لا يعقل، ليس من الدين وليس من المعروف وليس من الصواب. صافي، اللي بغى يبيع الحلبه يبيع حبوب، اللي بغى يبيع حبر شادي يبيع حبوب، ولكن باش يدق الاشياء ويخلطها ويقول لك انا عندي واحد السر في الخلطه، هذا كذب على الناس، هذا كذب على الناس. وحتى التجاره لن يبارك الله فيها بهذه الطريقه. حتى ابن سينا كان يصنع الادويه للناس وكان يعرفها له، تيقول لي مرا واحد الورقه ديال واحد النبته جدتها ودرنا منها ودقينا وعطينا ونعطيوها لهذا المريض، ويعلم الناس هذيك النبته، كيوريني معلمهم كيفاش يتعالجوا هما بها. فالان الناس ولاو كيعطيو خلطات هكذا. انا شفت حتى بعض الاشياء الان دي كابسول ودي فعلا هكا صانعينهم العشابه، ماشي شركات، لا لا العشابه صانعين غير العشابه بيديهم، وربما بيديه بالغسيل وكيعطيهم الناس. هذا ليس من المعروف وليس من الدين، وهذا المجتمع ديالنا يعني هذه المسائل هذه خصو ينتبه لها جيد. يعني ما شاء الله، يعني لا نحن عليا في عصر العلم ومجتمع اسلامي ولا اله الا الله. وكاين بعض الاحيان الدكتور كيطحنوا الحلبه وكيخلطوها بالعسل، يعني واش مفيده؟ لماذا؟ حيت هي شويه مره. لماذا دائما يلجا الناس الى خلط الاشياء بالعسل؟ لماذا؟ لماذا؟
انا اتساءل لماذا نخلطها مع العسل؟ لماذا؟ يمكن حيت مره. لا، هذه غير خلطات كانوا الناس داروها في واحد الوقت وبغاو يبداو يتحايلوا على الناس فقط. العسل يتناول كعسل، الحلبه كتناول مع الاغذيه كحلبه. لا، ولكن يخلطوها تتجانس. ممكن يخلطوها، ولكن لماذا نخلطوا الحلبه مع العسل؟ حنا غندخلوا في واحد المشاكل اخرى ديال العلاج. نعم، الحلبه يتناولوها عاديه، العسل يفطروا به الصباح الناس مع الخبز مع زيت الزيتون، يفطروا به ولا يديروه مع الماء يشربوه ولا اشياء، ولا يديهم عام الخدمه يديروا قرعه ديال هذيك قنينه ديال الماء معدني، يضيفوا لها جوج الملعقات ديال العسل ولا ثلاثه، يديوها مع العمال يشربوها. الا داو مع عصير يكون حسن، الا داو مع تفاح يكون حسن. عليا الحلبه ما كتكالش غير حبوب، كتكال كذلك على شكل اوراق. اوراق ذكرتها الاخت. نعم، فاطمه. انا ما عمري ما شفت الاوراق ديالها. ماشي غير الحلبه، كل شيء كيتكال اوراق. اوراق ديالها الحلبه والحب برشاد والسانوج، كلشي كيتكال على شكل بحال. حنا كنشوفوهم غير حبوب. لا، بحال في اوروبا الان مثلا كياكلوا سلطات ديال الحب رشاد. جيد. الكريسون، الكريسون كينبتوه وكيديروه سلطات. هذيك الوريقات ديالو. غير هو المذاق ديالو شويه قوي لان اقوى من الفجل. ولكن مفيد. ومر. نعم مفيد، نعم اكيد مفيد. ومفيد للنساء. علاش؟ لان ملي كنستنبتوا الشيء كيتزادوا فيه الفيتوستروجينات وكيتزاد فيه هذا الفيتامينات كيطلعوا بكثره، ولذلك هذه الحلبه ما كياكلوهاش الناس خضراء. علاش؟ لان الفلاحه ما يقدروش يقطعوا الحلبه خضراء ويبيعوها للناس، ما يقدروش. ولكن ملي كتكون في ذاك الطور قبل ما تنور، قبل ما تخرج الازهار، هذاك الطور ممكن ياكلوه فيه الناس. اكثر من ذلك، ان ممكن النساء ينبتوا الحلبه هما، يعني يرطبوها بالماء ويسدوا عليها في شي اناء حتى تخرج هذاك الجنين ديالها، كتخرج واحد النبته، كاين واحد الجذر ابيض كبير، وتما كتخرج واحد الجريقات خضر. هذاك هو الطور اللي كتكال فيه الحلبه، كيكون اوج تركيز ديال المكونات ديال الحلبه في هذاك الطور ديال الانبات ديال الحلبه ديالها، كيولي المفعول ديالها مضروب في 25. عجيب. من حيث التركيز ديال الاشياء. فهذه اكثر من ذلك، ان ممكن هذه السيده ملي تاكل الحلبه نابته ممكن ما تديرش لها هذا الحدث. ثم الاشخاص اللي كيشتكيوا من الرائحه ديال الحلبه، ملي كنستنبتوها، لما تستنبت ما كتعطيش رائحه هذه. فمن الاحسن ممكن ملعقه ديال الكبيره ديال الحلبه يرطبوها بالماء لمده ليله كامله، ثم يقطروا هذاك الماء ويحطوها فوق قطن ولا حاجه هكا تتنبت، يسدوا عليها ولا زيف، واحد الطرف ديال التوب ابيض ولا كاغيط ابيض نقي ولا حاجه، ويخلي يسدوا عليها ويخليوها تنبت. غير هي ما خصهاش تجف. تبقى لينه. علاش كنقولوا سدوا؟ باش داك البخار ديال الماء ما يخرجش، باش تبقى رطبه. يديروها في شي قنينه ولا كاين اواني ديال الزجاج كتسد باحكام، عندها واحد الكاوتشو، واحد الجوان ديال الكاوتشو كتسد باحكام، عندها واحد السلك كتسد باحكام، هذيك ممكن يعملوها. ممكن يعملوها. دكتور، يعني كنسمعوا دائما، وانت لا تحب سامعت واشيع، ولكن هذه الحلبه دائما كنسمعوها احنا هي فاتحه للشهيه، يعني ماذا تعمل او تفعل في الجهاز الهضمي باش كتولي فاتحه للشهيه؟ انا فعلا تناولتها وحسيت بالجوع. من اكيد انا اكيد لان انا قلت لك هي تتحكم في الانزيمات وفي الهرمونات. هذا التحكم في الانزيمات كيخلي الخلايا ديال المعده وديال القولون على الخصوص، حتى الامعي الدقيق على مستوى المعي الدقيق، على الخصوص كتعمل كذلك على مستوى الامعاء. لان المعي الدقيق هو كيعمل اكثر من المعي الغليظ. المعي الدقيق كيكمل الهضم ديال المعده، المعي الغليظ كيوصل ليه داك الشيء مهضوم كيدير الامتصاص، ياخذ داكشي اللي باقي في المسائل اللي وصلت ليه. والمعي الدقيق كاين اشياء اللي كتخاد مباشره من المعي الدقيق تمر الى الدم، وكاين اشياء تتمشي للمعي الغليظ عاد كيمتص. ولذلك التسمم ديما الاشخاص دابا اللي كيوقع لهم تقيؤ، يعني ملي كتوصل ديك التوكسين للامعاء عاد الشخص كيتقيأ. اما كتبقى محبوسه الهضم ما كيتهضمش مزيان
كيرد هذاك الشيء اللي كاين في المعده. اما خصوص التسمم ديال التوكسينات ديال الستافيلوكوكوس مع يعني هادو ملي كيوصلوا للامعاء ديك التوكسين لا نعلم اونتيرو توكسيك هما نيت تنسميهم اونتيرو باللاتينيه هي المسران يعني اونتيرو توكسيك هذيك لا توكسين كتوصل للامعاء عاد تضرب هذيك الخلايا كيوليو فراجيل. ولذلك نحن كنمنع اللحوم على الناس اللي عندهم تسمم غذائي ممنوع اللحوم. علاش؟ لان اللحوم كتهضم في المعده وكتكمل في المعده الدقيق كالباين كاتيبسين. ولذلك الناس اللي عندهم تسمم خصهم يشربوا الماء وياخذوا فواكه فقط ما خصهمش ياخذوا الاشياء اللي كتهضم بالبيبسين. هنا نعم هي ماشي فاتحه للشهيه هي تزيد في الامتصاص هي ماشي هي اللي كتغلط هي ما فيها لا بروتينات لا والو يعني كتخليك في عين تاكل. ولذلك كندقوا حنا في العلوم لان يعني بحث علمي لما تزيد في الامتصاص كتحفز هذوك الخلايا ديال القولون وديال المعي الدقيق كيكون امتصاص ذاك المردوديه ديال الامتصاص كتكون 0.4 كتطلع 0.8 يعني كتولي داكشي اللي كلت منه كتستافد منه كيتزاد الوزن ديال الجسم. علاش؟ لان الامتصاص تزاد فقط هي كميه قضيه كميه وقضيه امتصاص ميكانيزم ديال الامتصاص كيتنشط على مستوى الامعاء. اما كتغلط ولا كترقق هذا كيبقى قيد ما ياكله الشخص فعلا. ولكن بالعكس من الاحسن الناس كيقول لك انا ما ناخذهاش تغلطني هذا خطا هذا اكبر خطا. من الاحسن ياخذ الحلبه ويقلل الماكله ولا ما ياخذش الحلبه ويبقى ياكل 4 كيلوغرامات وهو يلا كيستافد 200 غرام حتى الضياع الان يعني الارض ما غاداش تقد البشر طبعا الا بقى كياكل وما كيستافدش لان عوض ما ناكلو نص كيلو كناكلو 4 كيلو هنا كاين مشكل. علاش؟ لان هذا المرض ديال الجهاز الهضمي كيخلي الدول كلها تضيع واحد الكميه هائله ديال الاكل وغادي تضيع النقود ديالها والاموال ديالها كيمشيو. المغاربه من قبل كانوا تاكلوا كميه كبيره ولكن اكل واحد فعلا كانوا تاكلوا الخبز بكثره والصيكوك بكثره ولكن اكل واحد كانوا تاكلوا اكل واحد ماشي خمسه. دابا الان الناس ولاو كياكلوا بكثره ولكن خمسه ماكوله خصوص اللحوم لحوم الحليب الان يعني ها المشكل فين وقع. وكانوا كيخدموا كان تاكل كان تيخدم علاش؟ الكميه ديال العمل اللي كانت تضرب 8 تسويع و9 في النهار بطرف ديال الخبز ولا حتى خبزه كونوا حتى جوجات يعني ملي كنجيو نشوفوا الطاقه اللي استعمل الجسم باش يخدم 9 سوايع ماشي هي الطاقه اللي الكميه ديال الاكل اللي ياخذ الجسم الان باش يخدم ساعتين ونص. فهنا خاص الناس يفهموا باننا نعيش على ما نمتص ولا نعيش على ما ناكل. فاذا كنا احنا رشدنا الاستهلاك ديالنا شوف الصين مثلا مليار و800 مليون دابا راه ماصلي لجوج مليار مليار و800 مليون ما عندهمش مجاعه. علاش؟ لان الكميه ديال الاكل ديال مليار و800 مليون هي اقل من الكميه اللي تتاكلها اوروبا وامريكا. نعم فهنا نعم لان 180% الان ديال الاغذيه المنتوجه على الكره الارضيه كتستهلكها 20% من السكان. عجيب. هذا هو الخطا يعني فالترشيد والتوزيع هو اللي خطا. وزيد على هذه ضياع ان الجسم محتاج 200 غرام والشخص كياكل 400 غرام. فعلا انا اعطيت مثال بسيط. اما الشخص الان كياكل 4 كيلو في النهار كاين ناس كياكلوا 6 كيلو في النهار اليوم في المغرب كاين ناس كياكلوا 6 كيلو والجسم ديالهم محتاج 250 غرام. كيشوف الضياع اللي غادي يضيعوا يعني ضياع كبير ضياع كبير كيعطي اكثر من الطاقه والجسم ما كيمتصش حتى الدهنيات الان الناس ولاو كيرميوها الدهنيات ما كيبقاش فهنا خاص الناس يعرفوا بان هاد القاعده ان الجسم يعيش على ما يمتص. هاد الحبوب اللي تكلمنا عليها حبوب الكتان والسمسم والحلبه على راسهم الحلبه هي العنصر الوحيد الذي خلقه الله سبحانه وتعالى على وجه الارض يزيد في الامتصاص. اصحاب الانيميا وهشاشه العظام خاص الحلبه تكون في الاكل ديالهم. الناس اللي عندهم وزن ناقص خاص الحلبه تكون في الاكل ديالهم. اكل يومي نعم الاكل اليومي ديالهم تكون على اي شكل ماشي مشكل. هذا هو اللي خاص الناس يعرفوه.